وللحديث عن المبادرة السعودية الجديدة لإنهاء الحرب في اليمن ودلالاتها وإمكانية نجاحها، ينضم إلينا من أمستردام عبر سكايب الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء. أهلا بك معنا دكتور عبد الباقي. أهلا وسهلا، سعدت بالخير مساء. أهلا بك دكتور عبد الباقي. يعني وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان كما تعلم أعلن اليوم عن مبادرة جديدة لإنهاء الحرب في اليمن. بداية، ما رأيك في هذه المبادرة؟ هل من جديد؟ أعتقد أن المبادرة جاءت كعملية داخل وضع في غاية التعقيد. الهدف منها هو هناك ضغوط أمريكية شديدة لإيقاف الحرب في اليمن، هناك ضغوط أمريكية على السعودية لإعادة إعمال الاتفاقية مع إيران، وهذا لا يخدم المصالح السعودية ولا يخدم الأمن القومي الخليجي والعربي. ومن هنا السعودية حاولت أن توظف ما صرح به الحوثيين بأن الهدف هو إنساني، فتح مطار صنعاء، فتح ميناء الحديدة، وفرت ذلك، ولكنها وضعت شروط متعلقة بالمرجعيات الثلاث 2-2-16 الذي يدعو إلى الانسحاب من المدن، تسليم السلاح يعني للسلطة الشرعية، المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار، وهذا لن يقبله الحوثيين. إذن الآن السعودية وضعت الحوثيين والولايات المتحدة في نفس الوقت أن الحوثيين لا علاقة لهم بمشروع وطني، هم مرتبطين بالمشروع الإيراني، وبالتالي الحوثيين الآن لن يقبلوا هذه المبادرة لأنها مرتبطة بما يحدث من استعراض ولي للأذرع بين الولايات المتحدة وإيران. إذن الفعل الحوثي فعل إيراني بامتياز، ومن هنا هم استهداف المملكة العربية السعودية، رفع الضربات وتكاثفها وتراكمها، الاتجاه باتجاه مارب باعتبار أن هناك قضية وطنية وهناك عدوان خارجي، هذه كلها تضليل. هناك فعل إيراني يعني بأيادي حوثية تستهدف الجغرافية السعودية، هناك يعني استهداف يعني لمزيد من الاستيلاء على الجغرافيا اليمنية. الآن الحوثيين في موقف محرج، هم قالوا يريدون فتح مطار صنعاء، يريدون ميناء عدن، يريدون الوضع الإنساني عندما وضعوا في الزاوية، ولكن هذا لا يخدم تطلعات الشعب اليمني. هذا حتى الآن أول عملية سياسية سعودية أعتقد أنها ناجحة و درست بعناية وناضجة، وأتمنى ألا تتوقف عند هذا المكتسب المؤقت. عليها أن تدرك أن خاصة أن هناك كان تعليقات من حسن نصر الله كشف المشروع الإيراني عندما كانوا يعتقدون أن مأرب والاستيلاء على الموارد قاب قوسين وأدنى للمشروع الإيراني. أعتقد أن الأمن القومي العربي في خطر، الأمن السعودي في خطر، طيب. واستيلاء إيران على العاصمة الرابعة وهي الأهم من لبنان، الأهم من سوريا، الأهم من العراق في اللحظة الراهنة. دكتور عبد الباقي، يعني يبدو أن المملكة العربية السعودية قد أدلت بدلوها، والآن أضحت الكرة من صح أو إنجاز التعبير في الملعب بطبيعة الحال الإيراني. السؤال هنا، ما هي الخيارات التي أضحت إيران في صدد اتخاذها؟ أعتقد إيران خياراتها واضحة. إيران إذا نظرنا للعراق، نظرنا إلى سوريا، نظرنا إلى لبنان الآن واليوم واضح، ما زال هناك تعليق لتشكيل الحكومة. إيران لا يهمها الكلفة الوطنية، الكلفة الإنسانية، لا يهم، لا تعير اهتماما لهذا، هي فقط تهتم بمصالحها الاستراتيجية. الشعب السوري تقريبا أغلبه مهجر في الخارج، دمر تماما، المهم المحافظة على تلك الأسرة التي هي موالية والاستيلاء على لبنان. العراق اليوم فراغ أمني، تدمير لمقدراته ليس هام، لبنان اليوم دولة معطلة ليس هاما،
اليمن اليوم يدمر شعبه، يموت شعبه، المهم المصالح الاستراتيجية. إيران الآن الأمر الآن ليس بيد الحوثيين، الأمر يأتي من طهران. هناك رفض واضح، وهذا واضح من خلال هم صرحوا وكانوا لا يتوقعون، هم صرحوا أن مطار صنعاء، ميناء الحديدة، ظللوا الرأي العام. يبدو لي السعوديين وضعوا الحوثيين في الفخ، وافقوا على ذلك. الآن الحوثيين رفضوا، لأن الموضوع لا علاقة له بمطار صنعاء ولا بميناء الحديدة. هناك الطيران في مطار صنعاء أكثر من الطيران في عدن، ميناء الحديدة يستلم. هم في إطار مشروع إيراني، وبالتالي أي قرار يصدر في صنعاء هو ينطلق من طهران أو من لبنان، لأن هناك المكتب الفرعي للمنطقة. إذا نحن الآن أمام، المهم الآن ليس هذا ما طرح الآن، المهم الآن ما زالت السلطة الشرعية غائبة. السعودية عليها أن توضح بشكل جلي هل هذه المبادرة التي أرادت من خلالها الكشف أن لا فرق بين إيران والحوثيين، هي الآن تحاول أن تقول الحوثيين هم جزء من إيران، وتثبت، والآن هذا الرفض أثبت ذلك بوضوح. الأمريكان يعرفوا ذلك، يعرفوا أنه لا فرق، وعندما رفعوا الحصانة إنما كان هو عربون صدق لإيران. الآن كيف يمكن للسعودية ألا تتوقف عن ذلك؟ وهل هي جادة في إنهاء هذا الانقلاب وفقا للمرجعيات، أم تريد فقط تحسين صورتها والاستثمار هذا الموقف بأنها لديها مبادرة سلام، أم أنها بالفعل تتجه نحو نعم. الحفاظ طيب. على الأمن القومي العربي والإسلامي، وتدعم السلطة الشرعية، وتقدم الدعم العسكري والمادي لإنهاء هذا الانقلاب؟ وأعتقد أن دكتور إنهاء نعم دكتور عبد الباقي، يعني إثارية عن بالنسبة لهذه المبادرة السعودية وبالتالي رفضها من قبل الحوثيين، كيف ترى الموقف الأمريكي القادم؟ يعني تبدو أن السعودية هنا عملت ما عليها من مبادرة لوقف إطلاق النار، يعني بتفاصيلها، ما هو الموقف الأمريكي القادم؟ الموقف الأمريكي يتوقف على المتغيرات في الجغرافيا. الموقف الأمريكي في غاية الوضوح، الحفاظ على الحوثيين لإيجاد ثنائيات سنة شيعة كما في العراق، أكراد عرب سنة مسيحيين يعني إلى آخره، وإيجاد ثنائية سنة وشيعة على المستوى الإقليمي، بمعنى أن تكون إيران مهددا وأن تكون تركيا موجودة. الموقف الأمريكي واضح. الآن كيف يمكن أن نستثمر ذلك بفعل؟ يعني الأمريكان إذا السعودية اتخذت قرار أو منحت الصلاحية والدعم المادي للسلطة الشرعية لإنهاء، ليس فقط أقول إضعاف الحوثيين، إنهاء الوجود الحوثي، شكراً. يمكن ذلك. إذا من يسيطر على الجغرافيا وامتلك القوة هو الذي يفرض الشروط. علينا ألا نقبل بأن نحسن موقفنا التفاوضي. شكرا جزيلا لك الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء، كنت ضيفنا عبر سكايب من أمستردام.